الأبراج اليومية 21 من نوفمبر 2023 الثلاثاء. في يوم الثلاثاء لا تجهد نفسك عقليا أو جسديا، لأنك من الناحية الصحية لن تكون في أفضل حالاتك. الأخبار أو الأحداث المتعلقة بأحد الأقارب سوف تجذب انتباهك. بشكل عام سيكون يوما ممتعا وبناء، حيث سيتم تحقيق كل جهد جيد. يمكن أن يكون يوم الثلاثاء يوما مثيرا للاهتمام، حيث يحمل تجارب مختلفة في الحب. إذا ولدت تحت علامة برج الحمل، على الرغم من الاتجاهات المواتية لهذا اليوم في الحب، فليتحقق التوازن في العلاقة والحفاظ عليه. هناك احتمال أن تكون توقعاتك لهذا اليوم مرتبطة بأشياء قد لا تمتلك القدرة الجسدية أو المالية على تحقيقها. إذا كنت قد ولدت تحت علامة برج الحمل أو الأسد أو القوس، فسوف تفكر يوم الثلاثاء في بعض الإجراءات أو القرارات المهمة المتعلقة بشخص في دائرة أقاربك. سيكون هذا يوما مناسبا للحمل أو ولادة الطفل. كن حذرا في شؤونك المالية اليوم. ينذر اليوم بحدث مثير للاهتمام يتعلق بشخص يعيش في منزلك. في الحب، يمكن للمرأة أن تأمل بشكل رئيسي في مشاعر خاصة أو غير متوقعة. إذا كنت من مواليد برج الحمل، فكن اليوم مقتصدا في الخطط والتوقعات وإنفاق الطاقة والموارد. إذا كنت من مواليد برج الأسد، فإن مخاوفك ستكون خطيرة، لكنها سوف تمر بسرعة. انتبه بشكل خاص إلى الشخص الذي يعيش معك أو بالقرب منك. إذا كنت من مواليد برج القوس، تنتظرك اليوم أعمال كثيرة ومهام كثيرة ومسؤوليات أكبر.